أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح تحقيق بخصوص أحداث ودرهيو بولاية غليزانة والتي شهدت مقتل شابين في مقتبل العمر. وأمر وزير الداخلية صلاح الدين دحمون بفدي لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات طبقا للقانون والإجراءات التي ستتخذها العدالة. وأعرب وزير الداخلية عن أسفه الشديد للحادثة التي شهدتها ودرهيو وقدم تعزيه لعائلة الضحايا، كما دعت وزارة الداخلية إلى التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي بشرتها مصالح الأمن والجهات القضائية بودرهيو. إلى ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ودرهيو بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات على ضوء ما تسفر عنه حسب بيان صدر عن نيابة الجمهورية.